السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مرحبا بكم في مقرر الهندسة الكهربائية Electrical Engineering، معكم الدكتور عبد العزيز صالح السعيدي. نبدأ اليوم إن شاء الله مع المحور السادس، وهو الـ Passive Circuit Elements in the Frequency Domain. وإن شاء الله عند الانتهاء من هذا المحور السادس سوف نتعرف على النقاط التالية. سوف نتعرف أولا على الفيزر، ثم سوف نتعرف على الباسيف سيركت إليمنتس، ليس في التايم دومين كما رأيناها، إنما سوف نراها في الفريكونسي دومين والمقتبسة من قانون الفيزر. ثم سوف نتعرف على ما معنى الإمبيدنس والرياكتنس، وسوف نتعرف على كذلك الأدميتنس، وسوف ننهي إن شاء الله هذا المحور السادس بأمثلة تطبيقية. إذن نشرع مع المحور الأول لهذا المحور السادس، وهو الفيزر. إذن مع هذا الجزء الأول الفيزر، تبسيط هذا المصطلح، الفيزر إذن هو complex number يحتوي على شيئين، يحتوي على amplitude و phase angle، يعني أي sinusoidal function سوف نحولها إلى phasor، والفيزر عبارة على amplitude و phase angle، وبالتالي وظيفة هذا الفيزر هو التحول من التايم دومين، أي فانكشن في التايم سوف نحولها عن طريق هذا الفيزر إلى ماذا؟ إلى الفريكونسي دومين. والفريكونسي دومين عبارة على ماذا؟ عبارة على امبليتيود وعبارة على فيز أنجل. إذن بناء على القانون في السلايد السابق، لو نأخذ جهد في التايم دومين سنقع تحويله إلى فيزر، هذا الـ V of T مكتوب أين؟ في التايم دومين، عندي هنا التايم، سوف نحوله إلى الفيزر لأهداف سنراها في السلايدات القادمة إن شاء الله، وهو عبارة إذن الفيزر على amplitude و phase angle. إذن هذا الـ V of T قلنا مثلا يكتب هو ماذا يساوي؟ هو Vm cosine omega t مع فاي. الفيزر هو عبارة على mathematical equivalent لمن؟ للساينوزويد هذه، with أن التايم سوف يقع حذفه، وبالتالي سنقوم بتحويل هذه الفانكشن إلى ماذا؟ إلى frequency domain، هذه تسمى في time domain، عن طريق الفيزر transformation سوف نحول هذه الفانكشن فقط إلى amplitude و phase angle، وهذه الكتابة تسمى كتبنا الجهد الذي كان في time domain إلى frequency domain. إذن هذا هو الجهد أمامي، قمنا بتحويله وسيكتب على هذا الشكل بشكل غامق لوضعه في الفيزر، أما هذا فهو في التايم دومين، وبالتالي ماذا أقول؟ مررت من التايم دومين ريبريزنتيشن إلى
الفيزر دومين ريبريزنتيشن. ولا ننسى ان الفيزر دومين يحتوي فقط من هذه الفانكشن على ماذا؟ على امبليتيود، هذه الامبليتيود، وعلى فيز انجل، هذه الفيز انجل. يعني لو اعطي لي جهد مثلا على هذا الشكل، واحنا قلنا سوف نعتمد دائما على كوساين فانكشن، اين الامبليتيود؟ هذا هو الامبليتيود، هذا هو الفيز انجل، وبالتالي مررت الى الفيزر دومين. ان اعطيت لي الجهد في ساين فانكشن فقط، قلنا يجب ان نكتبها في الكوساين، اطرح من هذه الزاويه 90 حتى اتحول الى الكوساين. نفس الشيء الذي طبقناه مع الجهد نطبقه مع التيار الكهربائي. عندي هنا تيار كهربائي اين؟ في التايم دومين، نحوله الى الفيزر بكتابة الامبليتيود وبكتابة الفيز انجل. ان اعطي لي مع الساين فقط هذه الزاوية سالب 90 ديجري. لماذا طرحنا سالب 90؟ حتى احافظ على الكوساين فانكشن.